ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ المداهنة لا تجوز أن ترضي الناس بسخط الله، هذه المداهنة. المداراة أنك تدفع الأذى، أنك تدفع الأذى بشيء لا يسخط الله عز وجل، تدفعه بشيء لا يسخط الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المداهنة، الله جل وعلا قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذه المدارات، أن تتقوا منهم تقاة. نعم.